تواصل المنظمات الإسرائيلية المتطرفة وعلى رأسها لهافا في بيانات نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي ومنظمات الهيكل واليمين الصهيوني إلى الحشد خلال هذا اليوم بمناسبة ما يسمى بيوم القدس من أجل اقتحام ساحات المسجد الأقصى وبدء مخطط تفكيك قبة الصخرة بغية الشروع في تشييد الهيكل المزعوم على حد زعمهم. حول هذا الموضوع ينضم إلينا الباحث في شؤون القدس الدكتور المهندس جمال عامر. أهلا وسهلا بك معنا. حياكم الله ومرحبا بكم وبالمستمعين الكرام. أهلا بك مجددا. يعني اليوم نحن على أعتاب ربما مواجهات وعلى أعتاب أن نرى المستوطنين يدخلون بشكل مكثف داخل المسجد الأقصى. اليوم ما هي توقعاتك لماذا أو لما سيحدث من مواجهات ومن أيضا تحشيد المستوطنين؟ نعم أخت لا يعني بات واضحا جدا أن حكومة بنت المهلهلة يعني شبه الساقطة أنها بحاجة لصورة انتصار وأنها أطلقت العنان تماما وبدعم كامل من كل أجهزة الأمن لكل هذه القطعان والسوائب من المستوطنين أن يعبثوا بماذا؟ يعبثوا بكل شيء، بكل مقدس فلسطيني، بكل مقدس عربي وكل مقدس إسلامي، وأنهم لا يأبهون ولا يحترمون العهود ولا المواثيق ولا الأردن ولا فلسطين ولا الدول العربية كلها مجتمعة، ولا حتى يعبثون ولا حتى يحترمون أي اتفاقيات تم التوقيع عليها أو احترامها. بات واضحا أن الإسرائيليين يعني لا يقيمون وزنا لأي شيء. الآن يعني يحشدون بقوة مسلحة، يحشدون ليوم 29 الشهر 29/5 يوم مشهود، وهذا الحشد الهائل الذي يتحدثون عنه على مواقع التواصل الاجتماعي وتتحدث عنه حتى بعض الوسائل الرسمية وسائل الإعلام الرسمية الإسرائيلية لا يقابله في الناحية الأخرى سوى المرابطين والمرابطات، يعني وهم عزل كما تعلمون، وهم لا يملكون لا سلاح ولا يملكون إمكانات ولا يملكون قدرات أمنية ولا غير ذلك. هم أناس يعني بسطاء عاديين جداً لهم الحق الشرعي في أقصاهم ومسجدهم ومسجد رسولهم لا أكثر ولا أقل. هذا العدوان الآثم على كرامة الإسلام والمسلمين وعلى قدية الأقصى هو نذر شؤم، يعني ونذير شؤم كبير جدا على هذا الكيان برمته. الكيان الصهيوني عندما يستبيح الأقصى بهذا الشكل ولكأنه يقول للمسلمين جميعا، لـ2 مليار مسلم و400 مليون عربي، من أنتم؟ أنا صاحب القرار هنا. نعم هو يريد أن يصنع نعم هو يريد أن يصنع لنفسه سيادة ربما في المسجد الأقصى من خلال مسيرة الأعلام ومن خلال هذه الخطط التي تنفذ بشكل ممنهج داخل باحات المسجد. ولكن ربما على الجانب الآخر نرى بأن جيش الاحتلال ربما اليوم هو غير جاهز للتصعيد وغير جاهز ربما للمواجهة مع المقاومة، وربما في الآونة الأخيرة شهدنا بأن مسيرة الأعلام تم فضها وإفشالها من قبل قوات الاحتلال. نعم هو هذا الموضوع يعني المركزي والرئيسي والهام جدا، هو أنك تستحدث ما لديك من قوة يعني وتستشرفها وتفكر فيها. ما هي عناصر القوة المتاحة للشعب الفلسطيني؟ هو أنه على الحق، أولا هو يعلم أنه على الحق، صحيح أنه يقدم شهداء، صحيح أن بوابة السماء مفتوحة لقوافل من الشهداء والفتية يعني بعمر الورود الذين يرتقون في جنين ويرتقون في ضواحي القدس، وأن عشرات الفتية الفلسطينيين قد أعدموا بدم بارد بعد وقبل يعني إعدام شيرين أبو عاقلي بالشكل الإجرامي الذي شاهدناه. ويحاول الاحتلال التفلت دائما، يعني يقوم بالجريمة ويريد الفلات من العقاب. الآن الجريمة الأكبر على الإطلاق هي ما يريده الاحتلال من فرض السيادة بالخرق البالية التي تسمى مسيرة الإعلام أكرمكم الله على المسجد الأقصى المبارك. وبالتالي عناصر القوة ومصادر القوة لدى الفلسطينيين هي في وحدتهم في الميدان والنجدة والوصول المبكر جدا صبيحة يوم 29/5 إلى الأقصى حتى المبيت يعني قبل بليلة، ضروري جدا في القدس وضواحيها والاستعداد يعني حتى بصدور عارية كما تشاهدون بأيدي فارغة تماما من أي سلاح إلا سلاح الإيمان وسلاح الحق أنكم على الحق المبين. هذه أولا الوحدة الميدانية والحشد الشعبي والضغط الشعبي لها مكانتها، وسبق أفشلت
الكثير من خطط الإجرام الصهيوني في القدس وفي أنحاء أخرى في فلسطين. هذا من ناحية. من ناحية أخرى يبقى الظهير الوحيد المتبقي للقدس والأقصى عن مسافة أبعد بقليل، وهي فصائل المقاومة في غرفة العمليات المشتركة، عندما ترسل الرسائل عبر مصر، عبر الأردن، عبر الأمم المتحدة أو أي جهة أخرى، رسائل جدية جدا للاحتلال أنك تلعب بالنار وتتجاوز الخطوط الحمراء، وأن عليك التوقف فورا. ليست القدس وحدها، ولا يمكن فصل الجبهات، ونحن شعب واحد موحد، ونحن لدينا الاستعداد للدخول في مواجهة جدية وفورية مع الاحتلال. عندئذ لربما نحن لسنا واثقين، لأننا نشاهد سلوك الاحتلال الأحمق. الاحتلال يقوم بحماقات منقطعة النظير. لو لم يكن الاحتلال أحمق، ولو كان لديه رجل رشيد واحد، ما أعدموا شيرين بهذه الطريقة الهمجية، ولا ما أعدموا بعدها فتية، ولا ما أعدموا وليد الشريف، ولا ما اعتدوا على الجنائز. جنازة يعني كلا الجنازتين تعرضت لاعتداء آثم بصورة بشعة جدا، جنازة الشهيد وليد كما كانت أيضا جنازة شيرين. إذن هذا الاحتلال يتصرف بحماقة، ونحن لا نضمن أن هذا الاحتلال سيتخلص من هذه الحماقة من هنا حتى يوم 29/5. الآن العد التنازلي بدأ، والعض على الأصابع بدأ، ويبدو أننا في طريقنا لمرحلة كسر العظام. لم يعد هناك أي بديل، لم يعد هناك أي وسيط على الأقل. يعني بمعنى بديل عن ماذا؟ بديل عن المقاومة، بديل عن التصدي بالصدور العارية. نعم، هو هذا الحقيقة الذي يشهد، يعني هذه حقيقة يشهدها العالم منذ 74 عام. الشعب الفلسطيني قدم 100,000 شهيد يا أخت ألاء، والشعب الفلسطيني قدم 1,000,000 أسير، ولا زال يقدم، ولا زال يعني صامد، ولا زال مستمر، وهو اليوم أقوى من أي وقت مضى، وأكثر وعيا، وأكثر دراية بعقلية الاحتلال المهزومة. الاحتلال المهزوم والذي صنعته الدول العربية والتي أبقته على قيد الحياة هي الدول العربية، ليس مجتمعة بل بعض الدول العربية نقول. وبالتالي نعم، سيذهبون بصدور عارية، سيواجهون هذا المحتل، وسيطلق الاحتلال النار ولن يتردد. احتلال مجنون تماما، احتلال كالثور في حديقة يعني الفراخ. الاحتلال يتخبط، الاحتلال حتى من أعلى سلطة لأدنى سلطة لديه يقول نحن في خطر شديد. حتى وصل الأمر إلى بنت يقول نحن في خطر شديد، الكيان الصهيوني كله في خطر. ويعني سبقه أهود براك وجانس، كلاهما قال نحن على ما يبدو في طريقنا للزوال. نحن نقول لهم ليس على ما يبدو، نحن نقسم بالله العظيم على القرآن والإنجيل والتوراة أنكم في طريقكم للزوال فعلا، وأن الحركة الصهيونية تقود اليهودية العالمية إلى الزوال وإلى الدمار. والعجيب جدا أنهم لا يتعلمون، والعجيب جدا أنهم لا يتوقفون. نعم، ربما يعني على أقدامهم. صحيح أنكم تهزمون أناس يعني بسطاء، يعني هم لا يملكون سلاح ولا يملكون إمكانيات، لكنهم على الحق. صحيح أنكم ستقمعون في ساحات الأقصى وباحاته ومن حوله بالرصاص وبالقنابل الصوت وقنابل الغاز، وتعتقلون وتبعدون وتدمرون وتسيل دماء زكية، لكنكم في النهاية مهزومون. أنتم مهزومون، وأنتم مجرمون بكل المقاييس. نعم، ولكن لا تريدون حتى لجنة تحقيق واحدة. نعم، نحن نتحدث الآن لجنة تحقيق واحدة على الإطلاق. نعم، نحن نتحدث الآن عن يعني ميزان قوى غير متكافئ بلا شك، ولكن يعني دولة الاحتلال والمستوطنين يبدو بأنهم لا يتناغمون بشكل أو بآخر. ما حصل في مسيرة الإعلام أو الأعلام ومحاولة إفشال هذه المسيرة من قبل شرطة الاحتلال، واليوم ربما هناك دعوات باقتحام المسجد الأقصى، ولكن يعني دولة الاحتلال غير مرحبة بهذه المخططات. ربما أيضا رئيس منظمة لهافا نشر قبل يومين على موقع التواصل الاجتماعي صورة، كانت هذه الصورة أو حتى فيديو مصور لهدم قبة الصخرة عن طريق بلدوزر. كل ذلك يحصل، هل هو عفوي وهل هناك تجاذبات بالفعل، أم أن هذا فقط يعني للإعلام؟ لا، ليس للإعلام، هناك فعلا تجاذبات، هناك أناس يؤمنون. وأنا أقول لك بكل دقة، لدينا إحصائية دقيقة جدا جدا وهي متاحة لوسائل الإعلام، من لما قاموا بالاحتلال عام 67 للشطر الشرقي من القدس، ما الذي أجروه في الأقصى والاستيلاء على مفاتيح باب المغاربة، مباشرة بعد ذلك بوقت قصير كان 21/8
21/8/1969 قاموا بحريق المسجد الأقصى بيد مجموعة من الصهاينة يقودهم مايكل دينيس روهان، وهو ليس وحيدا. ثم بعد ذلك ثمن محاولات حرق وقصف بالصواريخ، وضبطت جميعها بأسلحة ومتفجرات، وضبطها حراس الأقصى ودونت ووثقت. وكل هذه المحاولات الثمانية الآن تأتي المحاولة التاسعة، يعني هناك محاولات حقيقية في الميدان، ليس قضية إعلامية. لكن الفرق الوحيد أن جميع المحاولات الثمانية السابقة كانت على الإطلاق سرية وسرية جدا. هذه المحاولة الأولى العلنية، ولماذا علنية؟ هم رفعوا سقف المطالب الآن ويريدون أن يقولوا، وخاصة هذا المعتوه الذي يسمى أكرمكم الله وزير الأمن الداخلي عمير بارليف المهزوم، ابن المهزوم، لأنه والده أصلا قبله خط بارليف مهزوم تماما. على كل الأحوال لماذا علنا؟ قالوا بأننا سنقول للعرب، والذين عادة نروض عقولهم، أننا منعنا تدمير قبة الصخرة، ويفرحون ويعني العرب سيسعدون وسيصفقون، وهذا إنجاز كبير، ما تمش تدمير قبة الصخرة يوم 29/5 ما هيك؟ صحيح، لأنهم يعلمون أن تدميرها سيعني تدمير تل أبيب بالكامل وسائر المغتصبات في فلسطين. هذا أولا. ثانيا أنهم دون ذلك سيفعلون كل الموبقات السبع وكل الكبائر السبع، وهي صلاة ملحمية في داخل الأقصى، تقديم قرابين بصورة أو بأخرى، وأكثر من ذلك بكثير، وتدنيس الأقصى على نطاق واسع بآلاف المغتصبين الذين سيدخلون الأقصى، والأسوأ من ذلك إعلان السيادة من خلال رفع الخرق البالي التي تسمى علم. إذن هذا أخت آلاء العملي، هذا هو بالضبط السيناريو. هم لن يهدموا قبة الصخرة هكذا بهذه البساطة، هذه مسألة قد يحتاجون لها طائرة F-35 يوما من الأيام، وهم لن يترددوا لحظة إذن عندما يكون النظام العربي قد انهار تماما، والموساد فتح له مكاتب في مكة والمدينة المنورة طبعا، وعندئذ يكون النظام العربي انبطح تماما، عندها يستطيعون، أما الآن لا يستطيعون حتى هذه اللحظة. طيب يوم القدس إنما يريدون اقتراف الموبقات السبع دون ذلك، وهذا يعتبرونه يعني هذا شيء مقبول عربيا، ما هيك؟ صحيح. لا والله العظيم وقسما بالله هذا غير مقبول، وأن هذا عبث حقيقي بامتياز في الأمن القومي العربي والإسلامي والدولي على مستوى الشعوب، وستقوم حرب طاحنة، حرب دينية. ربما هذا سيحدث يتفرج. نعم ربما هذا سيحدث على المدى البعيد، تحديدا فيما يسمى بيوم القدس كما يدعي تسميته المستوطنون في دولة الاحتلال. في العام الماضي خلال هذا اليوم كان العديد من المواجهات، وشهدت المنطقة تصعيدا ساخنا، ونتج عنه ما سمي لاحقا بهبة القدس، والتي يعني أثبت من خلالها الفلسطيني وحتى العربي والمسلم أنه جاهز للتصدي لدولة الاحتلال. هل من الممكن هذا السيناريو أن يعاد بشكل أو بآخر هذا اليوم مع تجدد دعوات الاستيطان داخل المسجد الأقصى، وأيضا زيادة الوقاحة في المخططات من ضمنها تفكيك قبة الصخرة؟ في واقع الحال عندما نحن نقرأ الإعلام العبري ومواقع التواصل الاجتماعي العبرية، هناك من الصهاينة عدد، وهو يزداد يوما بعد يوم، من الذين يقولون إن هؤلاء الإرهابيون من جماعة كهانة التي أمريكا رفعت عنها الغطاء الآن وتعتبرها جماعة سلام ما شاء الله، فريق كهانة الذي ولد من رحمه لهذا وغوبشتاين، هذا الزعيم الإجرامي. كل هؤلاء الكتاب الأعمدة يقولون أن هذا التطرف سيقودنا إلى الهاوية، وهم يعترفون بذلك ويقولون أن الأمور تسير نحو الأسوأ. وهناك بالمناسبة صدامات بين الحريديم والأشكنازيم يعني واسعة النطاق. على كل الأحوال الذي يحصل في الانشقاق في المجتمع الصهيوني، وأنتم تلاحظون هناك يعني انشقاق حتى في داخل الكنيسة وانشقاق في نظام الحكومة التي لم تحصل على أغلبية حتى الآن، هذا يعني هذا المؤشر الخطير جدا على أن الاحتلال سيذهب لتحقيق صورة انتصار بأي شكل من الأشكال، لا يلتفت فيه الاحتلال إلى ما ينتظره، وهو أن الفلسطينيين هم قد أخذوا قرارهم هم الآخرين، وأنهم يذكرون الاحتلال بسيف القدس واحد، وأنه لم يعني هذا السيف لم يعد إلى نعم
يبدو أن هناك مشكلة بالاتصال. إذن ربما وصلت الصورة. إذن الباحث في شؤون القدس الدكتور المهندس جمال عمر، شكرا جزيلا لك.